جماعة لكل الناس اللي مسافرين في الشتاء، لا تفوتكم الفقرة الجاية. راني حتعمل لنا فقرة ميك اب شتاء، حترتب لي شنطتي حقت السفر حقت المكياج، وحتختار لنا الأرواج اللي حناخدها والبالت وكل شيء من الموجود عندي. أنا تشوفوا كنت بشيل الأرواج من يدي، شايفين كيف ما راضي تخرج بالميك اب ريموفر العادي هذا؟ لو انتوا تحطوا أرواج كذا صعب تخرج، ولا مسكرة ضد الموية. هذا الاختراع الفنان اسمه كلينزينج اويل من سيفك، مرة يخرج كل شيء. دحين اوريكم. مرة قدي كذا ما شاء الله، مرة اركز لدرجة قلت لرانيا حتى المكياج ما باخذ كذا مكياج اي كلام، ابغاك انت تقولي لي بالضبط كيف تمكياج مكياج الشتاء وايش احط على بشرتي. فاليوم رانيا حتعمل لنا ولا حتعلمني بطريقة بسيطة، مو كميك اب ارتست، كبنت لحالها تمكج نفسها في السفر، ايش الاشياء اللي اخذها، ايش الارواج اللي انا تناسبني، ايش العدسات، كل شيء احتاجه في شنطة الميك اب راني اليوم حتوريني، هو مرة متحمسة. يلا تفرجوا معانا يا جماعة. اقدم لكم الميك اب ارتست الفنانة الرهيبة الخبيرة الشهيرة رانيا فندي. ترى يلا يا رانيا لو سمحتي قولي لنا ايش ايش اللوكات اللي حنعملها، ايش طيب. الاشياء الاساسيه في سفره الشتاء؟ طيب اول حاجه لاي بنت حتسافر اهم شيء انك لما تيجي تاخذي الميك اب معاكي البرودكت لا تكتري البرودكت، يعني لا تاخذي اكثر من فاونديشن وتاخذي ثلاثه باليتات، لا خذي شيء واحد من كل شيء، عشان هناك اول حاجه ما عندك وقت انك تقعدي تفكري، لا تشيلي اشياء زياده ما لها داعي، فخذي الاشياء المهمه. كل ما تقللي كل ما يكون اسهل المكياج، اسهل عليك انك انت تختاري بسرعه. انا قلت لها ابغى كذا في النهار لوك بسيط، وفي الليل كذا ابغى يكون كذا شويه في حركه. طيب. ان شاء الله بسافلح. لا ان شاء الله حتفلحي، تركزي بس. حركز، يلا مركزه. طيب نتكلم عن البرودكت اول وبعدين يلا اوري لك. يلا يلا اوريهم. صوري اول باليت. طبعا ياسمين مستحيل تقتنع انها تاخذ اشياء قليل، بس انا حاولت قد ما اقدر، فانا حصور لكم الاشياء الاساسيه والاشياء اللي زياده ما حصور لكم هي. اول واهم حاجه الباليت، زي ما قلت لكم تاخذوا باليت واحده تنفع لصباح وليل، يكون فيها الالوان الاساسيه، تكون فيها الالوان المات الشمر، عشان ما تحتاجوا انكم لا تاخذوا معاكم باليت ثانيه ولا تاخذوا مثلا جليتر واشياء، خلاص هذه تغنيكم عن اي باليت. هكتب لكم اسمها فنانة. راني بتقول هذه البنت الوحيدة اللي احتاجها في السفرة، اسمها هدى بيوتي ديزرت دست. من فين اشتريتها دي؟ كنت في ما ادري ويب سايت. يلا شوف لكم، بس هكتب لكم اسمها. طيب انا هذه البالت اللي انا حاخذها معي في السفرة، بس ايش قلتي تبي تعطيهم بديل؟ للناس اللي تبغى بديل ارخص، انا دائما اقول لكم ان ريفولوشن هي من اكثر البراندز اللي الكواليتي حقها ينافس البراندز الكبيرة، ممتاز وبديل أسعارها أرخص. أحسن، أسعارها جدا حلوة. هذه الباليت مرة حلوة، فيها الألوان الترابيات وفيها برضو شمر، فممتازة إذا تبغوها. مرة تنفع للشتاء، موجودة في صيدلية النهدي، فيصير إذا ما لقيتوا هادي تقدروا تاخذوا بديلها هادي، الألوان مرة مشابهة بعض. طيب بالنسبة للأرواج طبعا في أنواع مرة كثير من الأرواج وبراندز مرة كثير، أنا بالنسبة لي دائما أقول لكم من أحسن الأرواج طبعا ماك لا يعلى عليها، وطبعا حقت سيفورا، بس هحط لكم ايش الدرجات الحلوه من ماك، من سيفورا، عندكم كمان هذه صوري لهم، هي هذه برضو من النهدي تعتبر بديل ارخص وممتازه. هذه ميبلين اللي صورت لكم هي في بنت النهدي. أيوة. واو هذه اللونين الاحمر واللي على بينك، حكتب لكم دحين اسامي الارواج حقت ماك والاسمين دول حقون ميبلين. حنوريكم اخر شيء وبعدها الاشياء الباقيه كلها حنوريكم هي واحنا بنسوي الميك اب. هذه الماسكارات حقت الحواجب طبعا ان واي اكس رائعه للناس اللي تحب الحواجب تكون كده شكلها طبيعي وشعرات واقفة، بس تكون شاين يعني. أيوة تكون شوية فيها لمعة نقطة. واللي تبغى المات تاخد البديل حقه طبعا ريفي ممتاز. هذه البراند تبكي، بس تدخل على الويب سايت حقه وتطلب منها تيجي لنا عندكم، الهايلايتر الكريمي بلشر والكريمي برونزر كل شيء عندها رائع. فهذا حق الحواجب المات وهذا حق الحواجب الكريمي، بس انا ما حستخدمه اليوم عشان عملت مايكرو، بس انا حاخدهم معايا.